سيدنا موسى قال رب أرني أنظر إليك، كما أكرمتني بالكلام أكرمني بالرؤية. الله هو الحنان المنان، يعطي النوال من غير سؤال، ويعطيك قبل أن تسأل، ويعطيك وأنت تسأل، ويعطيك بعد أن تسأل. لا إله إلا الله. الإجابة كانت عجيبة ومفاجئة، قال لن تراني، لم يقل له لن تراني أبدا، ولكن انظر إلى الجبل. الجبل يا موسى أعظم منك وأقوى منك وأشد منك وأصلب منك وأبقى منك، طب فإن استقر مكانه فسوف ترى. قال فلما تجلى ربه للجبل، إذن رب العباد يتجلى، وتجلى معنويا يعني نور الله عز وجل. وإن نور الله إذا دخل إلى قلب العبد انشرح القلب وانفسح.